واش الدراري معكم سهيل اليوم غندير فلوق بدينا من الاصال علاش بغيت ندير فيديو سبيسيال لونطريمون ديال الصدر الصدر ديال لونطريمون ان شاء الله كومبلي حيت جيت نشوف الدراري فيديوهات والفلوقات الاخر اللي درت في هذا الشهر الاخر ما فيهمش شي حصه ديال الصدر ولا شي حصه كندوي فيها على الصدر ولا شي حاجه واغلبيه الكيستيون اللي كتلقاهم كتلقاهم الدراري كيسولوا على الصدر خويا عندي مشكل في الصدر خويا هادي خويا هادي خويا هادي يعني اغلبيه الاسئله كنلقاهم كيدوروا على الصدر دونك داكشي علاش الدراري درت هاد الحصه ديديكاس بغيت نخفف الفلوق اللي هو بغيت نديرها سبيسيال لونطريمون ديال التشيست دونك داكشي اللي غنوريكم لي زيكزارسيس اللي انا نفعوني باش ديفلوبي الصدر ديالي ولي زاستيس اللي كدير ونبارطاجيو معكم الدراري ودابا كان دونك اول حاجه غنديرو سكري ندير اتسنى سنة زكريا الدراري بزز بزز باش دي شوي يصور لي الدراري هاد البلاصيونس هاديك فيكسي غادي يقولوا فيكسي غادي يقولوا ما فضحك انا شتي كلوب اصاحبي انت ريني في خاطري كيخلي تسدى كيخلي جوج شتي كلوب واحد الامير زولا في محمد الخامس وكيمشي شاك في كيمشي اخويا اوندر كيلعب صدر كيمشي الدراري حتى العيد تسمع عرفتي شحال ديال الطراق كيضرب باش تريني في خاطر هادشي كامل الدراري باش يضرب السكوات حتى الدريات وكنا كانوا شي دريات تاع في الوسط شوف حاب راسك المهم الدراري غنضربوا بري ورك اوت كيرس ضربتي جوج سكوبات ولا ثلاثة كاع باش نفرقعو نورمالمون قبل الدريكت كنضرب بري ورك اوت كنديرو شيكر كنخلط مع الماء وكنشرب دابا الدراري هاد اللعيبة اللي كندير ديال انني كنشدو ديريكت ديريكت كنضربو وكنشرب من وراه نوض واحد تكون بدا ليا حكا الكلاوي ما الكلاوي ما الكلاوي ما عرفتش منين جاب التفسير ديالو قلت لها غير شرح ليا ما قدرتش يشرح ليا دونك هاد بالنسبة لي انا كتجيني عادي انا كتجيني بانه الكسيون لي في ديالو لي في ديال بري ورك اوت غير كيضربني كندير ليه الطريقه ديال ديريكت الفهم غير تاكد انا كنشرب معاه ما مزيان باش فعلا باش داك لي بودر هاد لي بودر ما يلصقوش لك في الكلاوي وداك الشيء دونك دابا كاين الدراري هذا ما كيبانش هي كاين الفرق بيناتهم غير انا بالنسبه لي لي في ديال بري ورك اوت كيضربني مزيان وقبل وسرع ملي كنضربو ديريكت دونك دابا كاين كل واحد الدراري كيدير داك الشيء اللي تسليكم يا ربي دراري باش نتفاهم واحد اللعيبه انا عارف راسي كنعاودها بارفوا في لي فلوغ ولكن غير باش نتاكد حتى ما كاينين حتى ما كاينين دراري جداد في لي فلوغ دراري بري ورك اوت من لي سابلمنتس اللي ماشي نيسيسير يعني ماشي ضروري يكونوا عندك باش تدخل ترين هادي تقدر كاين بنادم ما كيحتاجش بري ورك اوت ما كيحتاجش شي بوست باش يدخل ترين مورال طالع انرجي هادي كيدخل اخويا ترين باقي ما درتيش الاولاد باقي ما تزوجتيش باقي ما كتبقيش نورمال الا كنتي من داك النوع اللي تكون عيان قبل لونطريمون ما بغيتيش تاخد بري ورك اوت ما كتبغيش تضرب سابليمنتس خد قهوه قاطعه وزد عليها شي بنانه ودخل ترين الناس عندهم امكانيات وقادرين يشري بري ورك اوت مزيان شريها خويا وانا ملي كنعطي ديزانفورماسيون عليه غير الناس اللي كيتفرجوا فيا وكياخذوا بري ورك اوت باش يعرفوا طريقه الاستعمال كيفاش انا مزيان نستعملو وهذا كنبارطاجيو لي زيدي وصافي ولكن من السابليمنتس الدري اللي ضروري من السابليمنتس اللي نقدر نقول لك تقدر تشري هذا الا كان عندك لوشو مثلا تشري هذا وما تشريش بروتين مثلا بس هاد الريضة إلا قدر تحاول أو ماكسيموم تشريها تكون عندك حيت ممكنش تعوضها بشي لعيب أنا ديجا شرحت شحال من فلوس دونك هدا مكان الدراري أو صافي حيت كاينين شي وحدين صحاب حسنات شي يقولك كاينين شي وحدين شي يقولك واحد قرب دري في كومونتير ديك المرة قال لي واحد قال لي أنا ولا الدرب أنا كنعرفهم كيضربوها المسمن وما عرفتش كيطلعوا فوق الموال غا مسمن والشفنجو ودابا تخيل معايا صاحبي شي يقول لي راسو ضرب الشفنجو سير تريني ولا ضرب مسمن راه غاتقدر برا ما تسطيو هاد المغرب هذا راه باش تولي يوتيوبر في المغرب الصال راه مايند بلون الصال وحق اصعب بلاد تكون فيها يوتيوبر هي المغرب والله الحمد لله وصلنا ل 100000 رغم التحديات والاعاقات ودوك كومونتيرات وفوتوغرافي راه قيد هاد البيت قبل ما نبدا التسخان غنوريكم لي ماشين اللي ركز عليهم في كاع لي سيونس ديال الصدر باش فهمتيني باش تاكتيفي مزيان وديفلوبي انا غنوريكم هاد لي ماشين غنوريكم هاد ليكزيرسيس الدراري وركزوا معاهم ما تبدلهمش اخويا انت على 3 شهور 4 شهور اول ماشين تنحيدو بالبومس هادي ديال الجون دابا اول ماشين اول شوف هاد شحال قلتي المبتدئين هاد هي الجامع ديالكم في لحظه هي البلاصه دونك هاد ماشين الدراري في الشوفا في البلا ركزوا عليها دونك انا غنبدا بها اليوم هذا اول اكزيرسيس الدراري ثاني اكزيرسيس الجماعه انا عنديش مشكله مع الليبر الدراري ولكن الليبر كتضيع فيه بزاف ديال الانرجي غير باش تقاد لا فور ديال الخدمه دونك هو المشكل اللي عندي مع الليبر الا كنتي ادفانس يعني ديجا دار في لاصال ومطلع ان شاء الله واصل واحد النيفو في لا فورس وفي فيزيك زعما ضرب الليبر ولكن بالنسبه لك تنيت باغي تركز على شي صدر مثلا سميت ماشين ثاني اكزيرسيس الدراري
les antennes d'air, soit scorsi plat, soit cheval. Moi, avec les ondes de l'air. Les antennes, il est qu'il dit, « Anna, j'ai l'air de l'air. » فتحي صادق اقول لكم شنو الطريقه الصحيحه باش دير لي زانتير وكيفاش تركز على لي فيبر موسكولير ديال الصدر 100% ما دخلتش معاهم لي ديسك الاخرين المهم خاص غير تعرف تخدم تخدم لي زانتير وديك الساعه تلقى غادي كتطلع في البو وديك الساعه تلقى نورمال اوتوماتيكمون اجبد بالنسبه لك دي جوج دونك دير هذا الاكزيرسيس هذا الاكزيرسيس الدراري ما عرفتش واش كاع كاع لي صال غالبا كتبقى دابا الهامر ولات كتدخل لي صال في المغرب ولكن الثالث احسن اكزرسيس عندي هو الهامر لازم نعرف هذا ماشين الدراري من احسن لي ماشين تاعي الدراري باش تاكتيفا انا بالنسبه لي لي ماشين هما اللي هما احسن حاجه تخدم فيهم المشكل علاش حيت ما كتضيعش الجهد وما كتضيعش الانرجي غير مع لافورم كتقريبا لا فورم قاد خاصك غير تدفع وتقاد طريقه الدفيع صافي المشكل غيتخدم اوتوماتيكي دونك الدراري ثالث اكزرسيس رابع اكزرسيس ولكن خاص ديجا تكون واصل واحد النيفو يكون ديجا الصدر ديالك طالع شويه هما فهمتي سير هما البيزار ديال الدراري هاد ولكن هادو خاص ديجا يكون طالع ديجا الصدر عندك واصل واحد النيفو مزيان شنو كاين حتى عندك صدر خاوي وغتخدم البيزار ولكن الناس اللي في ديبيوتون وعندهم مشكله في الصدر ديالهم باقي ما طالعش اكزرسيس تقدروا تدخلوا الدراري مزيان هو التراكسيون الدراري تراكسيون سوا في الارض سواء على كرسي تخرج لعيبه على حسب النيفو ديالك دونك الدراري هاد الحصه ان شاء الله هنا علاش غتكون سيستا هنا غنمشيو الدراري دقه دقه نقول لكم شنو غندير اليوم دونك الدراري هادي احسن ماشين عندي كنسخن بها راه ديال جيدا شتوها في الحصص الاخرين ديال الصدر القدام علاش حيت كتيري الصدر كتيري لي فيبر ديال الصدر وكتجر الدم الميوسك دونك ملي كدير الخدمه ديالك ما فهمتيني ملي كدير الخدمه ديالك كتخدم مزيان ما كتحسش لا بالديرونجمون ديال الانسان لا حتى شي لعبه وكتسيب لي الصدر ديالي دونك الدراري الا جاي نسخن بها و انتم غتشوفوا الدراري في فيديو اللعيبه الاخرين اللي كندير باش نسخن كل ما نبدا الحصه ديالي ديال الصدر ضروري تسخنهم كل ما تبدا الصدر حيت اي موفمون كدير تقريبا في كاع لي ميسك ديال الابر باري كيدوزو يعني كتلقى الكتاف كتلعب فيهم دو سوا في الصدر سوا في الظهر سوا في اي لعبه دونك الدراري باش تفاداو دوك الانجوريز لي بليسيور ديال الكتاف وتخدم مرتاح في الحصه ديالك سوا ديال الصدر سوا في اي لعبه سخن الكتاف مزيان وعاد في الحصه ديالك دونك شنو غندير الدراري ثاني اكزرسيس غنسخن به هو هذا وديك الساعه غنبدا الدراري خاصنا نديرو ديال الصدر اخويا دونك الدراري سخنت برا خاويه وطلعت عاوتاني ب 10 دونك بالنسبه الا كنتي نورمالمون غتركز انك باغي تكبر الصدر غتسخن مزيان وتنسى انك تخدم لي ريبيتيسيون بزاف حاول تختار واحد البوا اللي غيجيك صعيب غضرب فيه ما بين 12 و 6 نقط وشي واحد يوقف وراك دونك شنو غندير دابا انا غادي نسخن الدراري حتى نطلع الماكس ديالي دونك الا كنتي نيت باغي تكبر الميسكل خاصك تركز مع الثقل خاصك تركز مع الثقل ولكن كتبقى طريقه الخدمه هي اهم حاجه دونك الدراري غنزيد عاوتاني نسخن بهاديك وديك الساعه نطلع ل 80 ولا 90 كيلو اللي بالنسبه لي انا هذاك هو الماكس هذاك هو البول اللي كنبدا نحس به بان الصدر خدام مزيان دونك شنو غندير دابا ليتس جو دونك الدراري ابا الورم اب سيت سير سخات بهم دابا عاد جيت تسمو الوركين سيت الوركين سيت هما دوك الربعه ولا الثلاثه اللي قلت لكم كطلع فيهم الماكس ديالك وكتبقى كتبدا تشالنجي الميوزك تما الميوزك اللي كي تدفعوا انه يكبر دونك غالبا فهاديك كنضرب 10 ولا 8 نقاط ونزيد البوا شويه ونشوف شحال نقدر نضرب الا جاني البوا ثقيل بزاف وما غنضربش خدمه قاده غنحبس غنهبط البوا شويه وغندخل نضرب عاوتاني دونك شنو غندير دابا سكريت حالة مثلا خوات بيا القدرات ديالو اللي تقطع الفيديو تاعنا
النار البواط مثلا يرضى في بريسة ليبر لا ما تعاولش أنه نفس البواط مثلا هنا في الليبر اللي كنتي كتضرب 80 كيلو عاول غتجي البريسة هنا يلا غتضرب 70 ولا 60 الطريقة مقادة حيت في الليبر كتضرب عمرك كتشاف شحال من لعيبة في البريسة لا كتخدم ميوسكل ديريكت راه مزيانة هاد اللعيبة حيت ميوسكل بوحدو بزاف بوحدو اللي كيخدم أما في الليبر كيما قلت لكم كتقنر مع فورم دخل كتشاف دخل شحال من لعيبة دونك ندير جوج سيريات الآخرين بما أنني في السيري هادي فاش كان هاد قلنا زيد هادي طال حضرت درت 8 ولا 10 في المطر دونك قدر زيد 5 وفراي الدري لا شيء والسلام لعب جنسة دونك كيما قلت لكم درت زيد 5 منهم 5 من هنا وغنحاول نضرب 6 ولا 8 ويعاون دونك هذا هو الكونسيبت اللي بغيت نوصل لكم الدراري ديال أنك تبقى تزيد البوا وتحافظ على الخدمة وشي واحد يدير فراك هادوك هما لي بوان هادو هما الخدمات لي الميسكل ديالك مولفش بيهم هما لي خلاو الميسكل ديالك يديفلوب طبعا ماشي صافي تعاود لا سي هاد الفيديو دابا تمام لا لا مزيان فا صح ووه ووه فا لا لا سهل دوك الدراري صح ربعت نضرب ولا بدك تسبيك بوب ديال الفيزا خويا ولا ما بديش دوك الدراري ربعت الوركين سيت بلا السيريات اللي سخنت بهم ربعة الوركين سيت هما درت فيهم تقول بزاف وعدوني شو عندي كثير دونك شو ما ساليش الدراري غنجي دابا لهنايا شوفال حق اش غندير هذا وين غندير هذا الكرسي الشوفال وغندير واحد اللعيبة طلعت كده عندي شوية واحد اللعيبة الدراري بما انني ضربت هذاك الاكزرسيس تما سخنت كلشي وصلت فيه شي 90 كيلو دونك منين نجي ليزانتير مانبداش نسخن عاوتاني ازير نبدا مثلا من ديال من ليزانتير ديال 10 كيلو 12 كيلو غنحاول ندخل درت ما 90 كيلو ندخل امو هنا واحد 22 20 كيلو نبدا باش ما نضيع السيريات وتضيع مثلا لي كالوري وداك الشيء فالور دونك غندخل من 20 انا 20 غير نتيستي بها نقاد بها لافورم ديال الخدمه ونطلع ديريكت مثلا 34 36 ونبدا مثلا شنو نجيب ما كاينش نضيع في الانرجي كنبقى نضرب مثلا 15 20 نقطه كيما قلت لكم انا غير كتقاد بي لا فور كس اكتيف من شويه اخر تشات وانت دابا ديري في البرون دو لا برون كارت طون 10 كيلو غنزيد دونك الدراري اول حاجه دابا تينك طون ديال الكينز اخويا الكينز بقى الدراري بقى سوا عليها ضربوا بقاو بشي يلاه غنخرجوا ان شاء الله واحدين جداد ولا غنحط لكم كلشي في السيت لي بريزون ان شاء الله تشاريو اني واي الدراري ثاني سير كيما قلت لكم ضربت 22 دابا غنطلع 32 زدت 10 كيلو ديال البول حيت اصلا هذا هو فين غنبدا نتشالنجي صدر يعني ابر تشيست ديالي هذا هو الماكس اللي كنلعب عليه ما بين 32 و 42 دونك كنضرب في هذا البريفي نشوف شحال غنضرب به المهم ما بين اشكون ما بين 8 12 غنشوف الدراري ركز عسك ها ثالثيام سيري 36 شوف 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 نورمالمون الدراري الا كنتو تشوف فاش كنت دبي كانوا زاطير طالعين بزاف
وكنت وصلت جبونس 46 و 44 في الأبرتيات في الزالتر عزيز عنده غير 36 داكشي علاش ما كنبداش بليزالتر هما الاولي كنخلي حتى كنعيس درت شويه في شي اكسيس اخر باش كندخل الشيفال هنا باش لا 36 تجيني قاصحه هذا ما كان دونك الدري هذه 3 سيري دونك 36 الدري غنضرب فيها جوج سيريات الاخر حيت جاب لو شومون نضرب شنو نقدر نضرب فيها واش فكر كيف قبل نضرب اخويا بس خبز اسهل ميسكو في الانتريمون هو الصدر ما كاينش بالنسبه لي الدراري ما كاينش اسهل ميسكو حيت ميسكو اي ميسكو كتريني خصك تورك عليه وراك عليه راه غيجيك صحيح دونك بالنسبه لي الدراري ما كاينش اسهل ميسكو في الانتريمون لي مولي شطر ما سهلش سيري الا خلا الدراري شوفها 36 وغنضرب فيها الماكس يعني حتى نعيا حتى ما نقدرش نزيد حتى نخطا سيري الا خلا الدراري وما كاينش بوكس راه ما نضرب 36 عادي خويا شري 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 عينات ولا ما حاجه ديال المصاري باش تعرف راه باش تخدم الشوفار خاص هذا تقاد الكرسي هاد اللعيبه اللي غتشد من يدك خاصها تجي في الشوفار بحال كيما شاف في الشوفار ماشي مثلا تكون جالس هنا وهاد اللعيبه لتحت دونك ملي تبغي تضرب الشوفار في الهامر خاص هادي تجي فيها الشوفار وضرب بالنسبه اللي يديك الكود خاص تكون داخل اجي سكريم دراو بالنسبه للونجل ديال الكود تكون بحال هكا ملي تدفع بحال هكا ماشي الكود ديالك تكون بحال هكا تكون بحال هكا Donc, quand on a le comité de la carte, c'est bon. C'est bon. Ok, fort. مع اختلاف لونغ ديال الكرسي على حسب واش باغي نفيزي دونك ملي كنديرو بحال هكا ما بلا ما شوف ما عرفتش شحال لونغ هنايا كنفيزي بها الدراري ماجور بيكتور ماشي الفوق
ماشي لتحت ماجور بيكتو زومي ماجور بيكتو بجري و دو ماجور بيكتو دونك الدراري غنصور لكم الاكزرسيس دابا ديكليني ولكن هنا في بلاصه ديال عزيز ما كاينش باقي ما جابش كلشي ديال ديكليني دونك نخدمو باراليل ديال الدراري شنو هاد لابارتي اللي باش كتولي هاد الدوره شوفار الماجور بيك لتحت و الانر تشيست الا مثلا بغيتي تزيد مثلا تخوي يعني بحال قلتي تهرس كاع في المسكولير ديال الصدر ديالك وتماكسيميزي ريكوبيراسيون يعني البيلدينغ ديال 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 الصدر ديالك مثلا في الريكوفري زيد مثلا تراكس وانا نوري لكم دابا الدراري باغ اكزومبل تراكس عاديه اول ما هاز كبير بزاف اوف ولكن غضربها تشوف فيلير يعني ماشي تحسب لي بونش غير غضرب شي شعير مثلا 3 سيري ولا 4 سيري غير دوك لي في الميسكولار اللي مثلا ما تخدموش لك في ليزيكزيسيس اللي درتي تخدمهم دابا فاك بوان دابا راه غادي ندير بصح واحد عيب اخر الا كان الصدر ديالك من لي بوان فيبل اللي عندك في الكور حاول تبدا به يكون في الاول ديال السيمانه مثلا قمن من بعد نهار ولا دوجور ديال روبو مثلا غديرهم حتى لك تديرهم الويكاند والنهار ديال الصدر تكون واقف مزيان يكون النهار اللي غدخل فيه الكارب بزاف وصافي هذا ما كان الدراري دابا هضروا شي بوكريات غتلقاو في انستغرام ديالي ها هو لتحت وصافي هذا ما كان الدراري شنو يكون لكم فيديو اللي درت اليوم حتى لكم الدراري لي تيم ديال لي فيديو باش نديرو مره قولوا لي في الكومنتات حيتكم شي كيسيون طري خليو لي في الكومنتات وهذا ما كان الدراري نشوفكم ان شاء الله في فلوج جاي ان شاء الله